ومع اقتراب العام 2020 من نهايته، ومن خلال الفقرة المخصصة للوقوف على حصاد العام الإخباري وللحديث عن واحدة من أهم الأحداث التي بدأت العام الماضي ومستمرة خلال العام المنتهي عن ثوار وثورة تشرين، ينضم إلينا شاهو القردغي الباحث في الشأن العراقي عبر سكايب من إسطنبول. أهلا بك سيد شاهو معنا. بداية، احتفل ثوار تشرين وكما تعلم بمرور عام على ثورتهم التي اندلعت في تشرين من العام الماضي. كيف ترى منحنيات أو منحنى الصعود والهبوط للحراك الثوري خلال العام الذي أشرف على الانتهاء؟ تحياتي وتقديري لكم وللمشاهدين الكرام. حقيقة الأحداث التي سبقت انتفاضة تشرين كانت عبارة عن المسرحية التي قاموا بها، والتي كانت الانتخابات النيابية التي قاطعها أغلب الشعب العراقي بعد تجربتهم السلبية مع موضوع الانتخابات، حيث شاهدوا أن التغيير لا يحدث بالانتخابات، وخاصة أن الانتخابات السابقة لم يأتي بنتائج مختلفة. وهذه المرة أيضا جربوا حكومة جديدة سموها حكومة الشخص الاقتصادي المميز القادر على معالجة مشاكل العراق، وكان عادل عبد المهدي. ولكن بعد فترة زمنية قصيرة اتضح للشعب العراقي أن هذا الشخص أيضا مجرد دمية يتم استخدامه من قبل الأطراف السياسية الحاكمة والمتحكمة بالقرار الحقيقي، عندما انتهى وظيفته تخلصوا منه. وبالتالي عندما انكشف ضعف هذا الرجل وعجزه عن الإصلاح والقيام أو الاستجابة لمطالب المتظاهرين، خرج المتظاهرون في أغلب المحافظات للمطالبة بحقوقهم المشروعة. وأغلب أو أكثر شيء كان يميز هذه المظاهرات، مظاهرات تشرين، عن باقي الأحداث العراقية أن جميع أطياف الشعب شاركوا فيها، أن المحاولات العديدة للسياسيين للتفرقة بين المواطنين لم تنجح، لم تعد تكفي لتشجيع من الواضح أن ملف الاغتيالات كما تعلم كان الملف الأبرز أيضا في أحداث ثورة تشرين هذا العام. بما تفسر استمرار الميليشيات في انتهاج سياسة الاغتيالات ومشاركة القوات الأمنية طبعا في هذا النهج؟ طبعا الميليشيات الطائفية المنتشرة لا تستطيع أن تتحاور مع الطرف المقابل أو تستخدم المنطق للوصول إلى تفاهمات مع المقابل، تلجأ دائما إلى طريقة العنف والتهديد والقتل والاختطافات والتعذيب، وهذه الأساليب الوحشية التي تمارسها الميليشيات منذ السابق، منذ الحين وحتى للأسف الميليشيات إلى وقتنا الحالي تمارس هذا الأسلوب. وأيضا هناك تهديدات الصحفيين والناشطين خارج العراق، أيضا يعني هناك محاولات كتم الأصوات لمن هو داخل العراق وخارج العراق حتى لا يستطيع أحد أن يواجه ويقاوم هذه المنظومة الأمنية القمعية الدينية للأسف. القوات الأمنية من المؤسف أنها لديها اطلاع على كل شيء ولديها معلومات استخباراتية. أحيانا هناك محاولات انتحار، شخص يريد ينتحر، القوات الأمنية لديها معلومات مسبقة ويصلون لإنقاذه، ولكن للأسف هذه القوات الأمنية تختفي أو لا تمارس أي دور عندما نطالب بدور حقيقي للجم هذه الميليشيات. وهذه الميليشيات من المؤسف أنها تتفاخر بنشاطها، وأيضا قبل ارتكاب أي نشاط تقوم بالإعلان عنه في وسائل التواصل الاجتماعي وفي مواقعها، لا تنكر هذا الشيء، تنسبها إلى نفسها وتتفاخر بها. ولكن ضعف القوات الأمنية وعجزها وأيضا تواطؤ الكثيرين منها وأيضا ولائهم الحزبي يمنعها من اتخاذ دور جدي لوضع حد لهذه الممارسات الغير قانونية. طيب سيد شاهو، الملاحظ هذا العام وعلى مدى العام بطوله، كان مقتدى الصدر واحدا من الأسماء الأكثر ترديدا على ألسنة ثوار. على ما يبدو أننا ربما فقدنا الاتصال بالسيد شاهو القرداغي. هل أنت معنا؟ على ما يبدو أننا فقدنا الاتصال. أسمعك. هل تسمعني؟
طيب أعود إلى السؤال مجدداً سيد شهو القرداغي الباحث بالشأن العراقي، يعني الملاحظ هذا العام كما قلت لك أن مقتدى الصدر هذا الاسم كان كثير الترديد على ألسنة الثوار، السؤال هنا لماذا كان مقتدى يقود المشهد المناوئ للثورة في طفرات كانت الأكثر تأثيراً وتخللها مجازر؟ تفضل. بلا شك أن الأكثر المتضررين حسب الكثير من المراقبين هو مقتدى الصدر، لأن المقتدى الصدر كان يسوق لنفسه بأنه الوحيد القادر على تحريك الملايين في الشارع العراقي، ولكن مظاهرات تشرين كشف أن هذا الأمر أصبح من الماضي، وأن هناك ملايين يخرجون دون أن يوجههم قائد سياسي مثل مقتدى الصدر. هذا الأمر شكل صدمة لمقتدى، لأنه يدرك أن هذا الحراك يشكل خطر عليه وخطر على نفوذه وخطر على حاضنته الشعبية، حاضنة القائمة على الجهل والقائمة على التخلف، لأن المواطن عندما يفكر ويقارن حياته بحياة المواطنين في بلدان الأخرى يتخذ أشياء وخطوات لتغيير هذا الواقع. طيب وبالتالي لجأ مقتدى الصدر، لجأ إلى ماذا؟ لك أن تكمل، تفضل. حاول ركوب الموجة بداية، ولكن عندما فشل حاول استخدام العنف وميليشيات قبعات الزرق وجيش المهدي مجددا وتنشيط هذه الميليشيات لتخويف الناس وإعادتهم إلى بيت الطاعة، ولكنه حتى الآن فشل في إنجاح هذا المشروع، إلى الآن هو يعتبر فاشلا ولم ينجح. كاتب أو هم المواطنين. طيب في المقابل سيد شاهو، كيف ترى تأثير وصول الكاظمي على المشهد الثوري؟ كيف أثر وصوله على المشهد الثوري؟ وهل اختلف كثيرا وصوله عن من خلفه في رئاسة الوزراء سواء على المستوى الإصلاحي أو على مستوى تهدئة الشارع المنتفض؟ طبعا بداية صحيح أن التطورات والأحداث والمظاهرات هي التي أحدثت هذه التغييرات واستقالة الحكومة السابقة وجلب حكومة جديدة، ولكن خيار الكاظمي أيضا كان خيار حزبي من قبل الأطراف السياسية، هي التي اختارت هذا الوجه وليس خيار شعبي، لأن الشعب طالبوا بإلغاء أو إنهاء كافة السلطات وإعادة انتخابات كاملة وتغيير هذه المنظومة الفاشلة. هذا الحكومة الجديدة منذ أول يومها تتعهد بلجم الميليشيات، محاسبة القتلة، إنهاء الفساد، ولكن إلى الآن لم تمس رأسا فاسدا كبيرا من حيتان الفساد. هذا أولا. ثانيا، ملفات قتل المتظاهرين إلى الآن ظلت عالقة، يعني هذه الحكومة حاولت أن تقنع الشارع أنها حكومة الشارع وحكومة المواطنين، ولكن تصرفاتها نفس التصرفات الحكومات السابقة، بل هي تمارس جرعة أكبر من التخدير إلى الآن. يعني إلى الآن نسمع وعود، نسمع تعهدات الرئيس الحكومة عندما يتحدث كأنه يتحدث عن سويسرا، عن دولة أوروبية، ولكن واقعيا لا يستطيع أن يتحرك، لأن الأطراف التي دفعته إلى هذا المنصب هي الأطراف المتورطة بالفساد وقتل المتظاهرين، وبالتالي سيبقى عاجزا ولن يستطيع أن يتحرك بشكل كبير. الباحث بالشأن العراقي شاهو القرداغي كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.